نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية. وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.